الزمالك ينتزع تعادل ثمين في المغرب عشان يجي هنا في القاهره ممكن يكسب اثنين او ثلاثه مستريح قوي على اتحاد طنطا. مباراه كان الشوط الاول من الزمالك باهت جدا من ناحيه الاداء، لكن الشوط الثاني كان اداء مقبول، بس في تلك الحالتين كان في خطوره من هنا ومن هنا. عشان نعرف كل التفاصيل يلا نخش الحلقه. بالاربعة 2 3 1 اللي بيبدا بيها على طول في حراسة المرمى، كان بادئ جنش قدامه محمود علاء ومحمد عبد الغني عشان الوينش مصاب، وحمدي نجاز في اليمين، عبد الله جعفر في الشمال، قدامه فرجاني ساسي وطارق حامد. بس في تغييرين في ناحيه الهجوم على اخر ماتش. ناحيه الهجوم موجود فيها محمد ابراهيم بدل اوباما، وابراهيم حسن بدل مصطفى فتحي جه المصاب، بس كان في علامة استفهام هنا وكهرباء مكانه ومحمد وعمر السعيد. بس في علامة استفهام هنا على الباص، ليه لعب محمد ابراهيم طالما انت عندك اوباما قاعد على الدكه برضه؟ دي حاجه غريبه جدا من جروس اللي يبدا بمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم كان بيعطل لعيبه كتير جدا، كان بياخد الكوره بيعمل ميس باص كتير، كان بيمسك الكوره كتير في رجله، كان حاجات كتير جدا بيعملها محمد ابراهيم كانت غريبه جدا. محمد ابراهيم المفروض هو صانع العاب، يعني صانع العاب اللي هو ينزل من تحت، ينزل من منطقه الجزاء لنص الملعب او ممكن حتى للمدافعين عشان يقدر ياخد الكوره ويبتدي يلعب، يبدا يعني الكوره من تحت لفوق. لكن محمد ابراهيم كان بيستنى الكوره توصل له من طارق حامد وفرجاني ساسي في مكانه، ولو كان بيوصل الكوره في مكانه كان يا اما بيعطل هجمه يا اما كان بيعمل ميس باص عالي جدا او يعطل هجمات كتير جدا. ناحيه ابراهيم حسن كان مقتوله تماما من ناحيه ابراهيم حسن، لكن النجاس كان بيعمل اوقات اوفرلاب وكان بيعمل خطوره مع ابراهيم حسن. ابراهيم حسن الحاجه الوحيده اللي تذكر في الماتش النهارده هي الجول اللي حصل اوف سايد، اللي الجول اصلا مش اوف سايد بس حصل اوف سايد ما علينا. المهم ابراهيم حسن ما عملش غير اللمحه دي اللي جاب بيها الجول اللي اتحسب اوف سايد. بعد كده ما شفناش محمد ابراهيم حسن لحد ما طلع في الشوط الثاني ونزل بدل اوباما. كهربا نوعا ما شغال ماشي، بيعمل حركاته بيعمل تمريراته. في الشوط الاول خد لاعب، خد ثلاث لعيبه في كوره واحده عدى منهم. كهربا مهاري هيفيدها في ماتشات متقفله لو يعمل لعب فردي. عمر السعيد بطيء مش متسجل في حاجه غلط عمر السعيد. الشوط الاول طول الشوط احنا واقفين في نص ملعبنا بنشوف ها هنعمل ايه، هل هم يضغطونا فنبقى احنا رد الفعل مش الفعل، هل هنبقى احنا الفعل لسه كل ده مش عارفين ايه اللي بيحصل ايه اللي بيجرى علشان نقدر نعمل توابع عليه. الزمالك فضل الشوط الاول مستني مستني يشوف ايه اللي بيحصل ايه اللي بيجرى، مش اي حاجه بتحصل خالص غير في نهايه الشوط الاول. في نهايه الشوط الاول ابتدينا نشوف الزمالك ابتدى يضغط، ابتدى يشوف، ابتدينا نشوف شوطات عبد الله جمعه عدى من ثلاث لعيبه برده في هجمه عن طريق وشاط كوره، النجاس ابتدى يرفع، كهربا محمد ابراهيم كوره كان بالعرض. ابتدينا نشوف في اخر الشوط الاول ان الزمالك ابتدى يروح بالكوره وابتدى يلعب كوره كويسه وابتدى يجيب قرب الجول وممكن يجيب جول في الشوط الثاني. خلص الشوط الاول 0-0، لكن باين ان في ملامح للزمالك انه ممكن يقدر يعمل حاجه في بدايه الشوط الثاني. ابتدى الشوط الثاني كله قال في الاستوديو التحليلي حتى على نص بورد كابتن ايمن يونس وكابتن طه اسماعيل، الاثنين قالوا لازم محمد ابراهيم يطلع من الملعب وينزل مكانه اوباما، ولو تقدر تنزل حميد احداث بدل ابراهيم حسن وتوظف تلعب اثنين مهاجمين اعمل. لكن ابتدى الشوط الثاني جروس بنفس الفكر وبنفس كل حاجه بابراهيم محمد ابراهيم وابراهيم حسن، وابتدى نفس الشكل لحد اخر الماتش. فضل محمد ابراهيم لحد الدقيقه تقريبا 60 65 لحد ما طلع ابراهيم حسن ونزل بداله يوسف اوباما. يوسف اوباما ما نزلش في اللاعب نمره 10، نزل في اللاعب الجناح، بس كان احيانا بيبدل هو ومحمد ابراهيم في الادوار اللي قدامه يلعب جناح شويه وده يخش في القلب وده يخش في القلب يلعب الجناح. وبرده كنا بنشوف كهربا احيانا بيخش للقلب، وكنا بنشوف روتيشن كبير في الثلث الهجومي او الثلث اللي قبل الهجومي لان عمر السعيد كان بيفضل في مكانه. فرجاني ساسي طارق حامد رجاله جدا ناشف جدا، طارق حامد كنا بنشوف التحاماته يخش بيزق بيضرب حاجه غريبه جدا، بس في على استفهام حاجه كويسه على الحكم. حكم ماتش النهارده حسب جول الزمالك اوف سايد، حكم الراجل حسب جول الزمالك اوف سايد، هو مش اي حاجه اوف سايد. كهربا لعب الكوره، اللاعب بتاع الزمالك كان جاي يشوط الكوره قلش مع رجله ما لمستهاش اصلا وعدت ابراهيم حسن، ابراهيم حسن ضيعها فاتحسبت تسلل على الزمالك عديناها وتمام واوكي مش مهم. الزمالك برده عادي ربنا وكده، الحكم ممكن يغلط عادي. الشوط الثاني في نهايه الشوط الثاني في الدقيقه تقريبا 94 و45 دقيقه رايحين بهجمه مرتده كبيره، وطارق حامد خد الكره واداها لكهربا، كهربا
يا دوب لسه بيستلم الكوره يعني قرار الكوره جايه له لسه بيستلمها راح لعبها على طول. لا اللاعب اللي قصاده بتاع اتحاد طنطا وقع لا بتاع اتحاد طنطا وقع لوحده كهربا راح لعب الكوره على طول لاوباما راح وقع على اتحاد طنطا عشان الكعب الفيفا وقع عليه. فمش قاصد كهربا اصلا ولا يوقع اللاعب ولا يقع على اللاعب. فاللاعب وقع وكهربا وقع فوقيه وكان اوباما رايح انفراد بالحارس يعني الحكم صفر فاول لاتحاد طنطا. ليه فاول لاتحاد طنطا؟ ما نعرفش ليه فاول اصلا لو سواء لكهربا او لاتحاد طنطا مفيش اي فاول اصلا ولا اتحاد طنطا ولا كهربا لان كهربا اللاعب اصلا وقع في الارض وكهربا اللي وقع عليه واتحاد طنطا اللاعب سحب لوحده وقع لوحده فمفيهاش ضربه جزاء ما فيهاش قصد فيها. اعلان استفهام على الحكم جون اتلغى جون كان المفروض يتحرز من اوباما برضه وقفوا فاول. الزمالك النهارده قد ماتش نوعا ما كويس شفنا لمحات لعيبه رجاله ما زالت رجاله. محمد عبد الرحمن شفناه استرجل ونسي التهور اللي عمله الماتشات اللي فاتت كان بيترد كل ما نزل يترد. طارق حامد بقى ناشف اكتر بقى جامد اكتر بقى قلب يعني بقى قلب ميد فيلدر كويس جدا ناشف يعني فرشازي جنبه هو ده نص ملعب الزمالك فعلا العقل العضلات. طارق حامد هو العضلات فرشازي هو العقل اللي بيوزع اللعب بكل سهوله. عبد الله جمعه بيلعب في المركز ده برجوله عاليه قوي 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 كنا بنشوفه بيعمل ادوار دفاعيه كان قافل الليحه بتاعته ديت وكان بيعمل ادوار هجوميه يعني بصراحه انا عن نفسي كمصطفى ما كنتش متوقع ده من عبد الله جمعه تماما. قلت جروس هجربه في المركز ده ماتش 2 3 5 ماتشات بعد كده يقعدوا يلعب مع مجدي. لكن عبد الله جمعه عشان لاعب مجتهد ولاعب عايز يلعب وعايز ياخد فرصه اثبت مكانه ولعب في اي مكان زي مثلا كانوا ليدفيت في الزمالك في الاهلي. عبد الله جمعه في الزمالك هو لقى نفسه ملوش مكان يلعب في ناحيه الجناح فقال لك انا هلعب في اي مكان في الملعب ونزله باك شمال وابتدى يأدي فيه سواء هجوميا او دفاعيا. الزمالك النهارده ادى ماتش نوعا ما مقبول ما اقدرش عليه اقول ممتاز لان كنا في ايدينا ان احنا نخلص ماتش كهربا ضيع ومحمد ابراهيم ضيع وكله ضيع وكنا في ايدينا نخلص الماتش حتى من المغرب بس قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله احنا في مصر لازم نكسب لازم ان شاء الله يعني باذن الله هنكسب. انا من وجهه نظري ان احنا نكسب فريدة 2 أو 3 مستريح بتنزل اي مغربي او اي حد بيشجع اتحاد طنجة بيتفرج عليا بس فعلا ده الواقع اللي بيحصل. اتحاد طنجة فريق على قده قوي فالزمالك في المتناول انه يكسب هنا في مصر كتير. بس نيجي لحد الزمالك واتحاد طنجة في الاول والاخر ده راي شخص واحد الاول له رايكم انتوا في الكومنتس في الماتش. قول لي كمان سؤال الحلقه بتاع النهارده هل جروس هيقدر يجدد من افكاره ويبدا بالتشكيل الاساسي في ماتش اتحاد طنجة في مصر ولا يفضل بنفس الفكر ويلعب اللعيبه اللي لعب بيها في المغرب؟ شاركوني في السؤال ده في الكومنتس ولو حلقه جديده ما تنساش تعمل لايك ولو اول مره تشوف نعمل سبسكرايب في القناه زر الجرس عشان يجيلك كل جديد وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتك تلاقيها في الديسكربشن بتاعتك وبيعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر. كان معاكم مصطفى اشوفكم الحلقه الجايه سلام.